بص انا اول ما ابتديت شعبي، ومن ساعتها كل الادوار اللي بتجيلي شعبي والمخرجين بيختاروني في الشعبي. فحبيت ان انا اطلع من الشعبي اقول للناس يا جماعه انا مش بعمل شعبي بس، انا بعمل كل الادوار. بس ما كانش عندي الفرصه، ما حدش كان بيجيب لي سكريبت او قصه مش شعبي. فالحمد لله ان ربنا بعت لي ديكورة عشان اثبت لو انا بعرف امثل نوعيه تانية من الافلام ولا لا. بالعكس المهرجان بيبقى اصعب، لان المهرجانات بيقيموك كممثل بقى سينمائيين، فتهيالي المهرجانات هيبقى اصعب. اشتغلت على نفسي مع المخرج، مع استاذ احمد عبد الله، فبروفات كتير، ومحمد دياب وشيرين دياب، يعني قعدنا كتير قبل التصوير عشان اوصل للمرحله دي. ديكور ابيض واسود، ديكور اول مره اعمل شخصيه سيكوباتيه كده تفهمش هي ايه بالظبط، ديكور طريقه تمثيل مختلفه، بمثل بعينيا بس، تصوير مختلف، اخراج مختلف، حوار حتى مختلف، حتى استاذ ماجد الكدواني حاجه مختلفه، فهو كله على بعضه جديد، كل حاجه فيه جديده. شبابي كلها شباب والسهر.